المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قام باستدعاء الممثل القانوني لجريدة المصري اليوم بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ اللي من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين. جاء ذلك بناء على ما قامت به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية وبناء على ما تم تناوله في هذه الوسائل الاجتماعية من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة. الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس تحرير الأهرام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا سعاد. أستاذ عبد المحسن، أنا بس عايز أعرف تعليق حضرتك على ما حدث اليوم في المصري اليوم. هو الحقيقة اللي حصل النهاردة ده خطأ يعني جسيم ما كان يجب أن يحدث، لأن ده طبعا يعني ملوش أي مبرر الحقيقة. أيوة. لا مبرر صحفي ولا مبرر ديني، لأن حتى الـ أنا قريته كله كلام غلط، يعني حتى مش ما فيش كلام حتى في منطق، حتى يعني هو جايب كلام كده ما اعرفش جايبه منين وعامله ايه. فالحقيقه ده خطا يعني يعني ما لا وقته ولا ظروفه ولا حتى ولا في اي وقت، مش بالضروره النهارده ولا امبارح ولا بكره ولا في اي وقت، يعني ده كلام ما يعني ده يصل الى حاله من الحالات العبث يعني اذا جاز التعبير، وده كلام غير مقبول اطلاقا، لا مهنيا ولا دينيا ولا اخلاقيا ولا اي تحت اي مسمى، غير مقبول هذا الكلام. طيب يعني هل يعني ما جاء في سياق الاعتذار ان ده محرر يعني ونقل حاجه يعني ما زي كده، ما تكبروش الحكايه يعني، وكان ما يحرر لا يراجع يعني في جريده كبيره زي المصري اليوم، هل ده جائز؟ هل ده مقبول؟ حضرتك شعرت بايه لما شفت ده؟ لا طبعا، اولا جريده المصري يوم جريده كبيره وجريده يعني بقى لها فتره، مش جورنال، وحتى لو جورنال بتاع لسه معمول امبارح. يعني احنا دايما بنقول ايه اهميه حضرتك لما بتكلم دايما، انا ليه منحاز للاعلام التقليدي؟ الاعلام التقليدي اللي هو ايه؟ الاعلام اللي هو التلفزيون زي ما حضرتك بتذيع دلوقتي كده، والصحافه الورقيه والصحافه الالكترونيه وكل وسائل والصحافة المسموعة اللي هي زي الإذاعة، ده اسمه الإعلام التقليدي. إيه ميزة الإعلام التقليدي حتى بما فيها الصحافة الإلكترونية؟ ميزة هذه الصحافة إن فيها حاجة اسمها تدقيق ومراجعة وتدقيق، هي مسؤولة يعني، صحافة مسؤولة يعني الصحافة الإلكترونية، حتى الصحافة الإلكترونية أيوة. بمعنى إيه الفرق بيننا وبين السوشيال ميديا مثلا؟ السوشيال ميديا واحد قاعد في اوضه ضلمه او في اوضه نور، يعني عشان اللي بتوع السوشيال ميديا اللي بيسمعونا ما يزعلوش يعني، وقاعد بيفتي من دماغه بيقول اللي هو عايزه، ما حدش ده بيراجع وراه ولا بيقول كذب، بيقول صدق، بيقول اي كلام، بيقول اشاعه، بيقول اي حاجه، اهو بيقول اي حاجه ويقولها خلاص من طاقه نفوخ زي ما بنقول يعني. ده كلام، عشان كده بنقول دايما عمر السوشيال ميديا ما كانت ولا هتكون وسيله ناجحه ولا ناجعه ولا مؤثره في الاحداث العامه يعني. صح. خصوصا مع تنامي المعرفه عند المواطن ان هو مش مفروض يصدق ده الا لما يكون من صحافه مسؤوله زي ما حضرتك تفضلت. فاي عشان كده برجع برضو القضيه اللي حضرتك بتناقشها النهارده، فلما بنتكلم على صحيفه معناها ان هناك اسطف صحفي، ومعناها ان في اسطف حاجه اسمها ديسك، وفي حاجه اسمها مسؤول بيراجع ومدير تحرير مختص وهكذا، يعني في سلسله طويله من الاليات المعروفه الصحفيه اللي موجوده في كل الدور الصحفيه، مش تغييرها كان او كبرها، المفروض يبقى كده، المفروض يبقى كده زي بالظبط ما حضرتك عندك برنامج في رئيس تحرير وفي معد وفي كذا، يعني في صف محترم بيشتغل بيتابع وبيدقق وبيبقى هنا جديه او اهميه هذه الوسائل الصحفيه والاعلاميه، وبتبقى مسؤوله عن كل ما يقال او بينقل عنه. فدي اولا لا يعني طبعا ده يعني ممكن خطا يحدث، ممكن امر وارد برضه للامانه عشان ابقى صادق معاك، امر وارد ان يكون هناك خطا ما بيحدث، لكن مش معنى كده ان ده مقبول. في فرق بين ان في خطا وفرق ان احنا نقبل هذا الخطا. في امر وارد ان يحدث خطا، بس امر غير مقبول لسبب، لان هناك اهمال جسيم ليس من المحرر فقط ولكن من اخرين افترض ان تكون لهم مسؤوليه
مع هذا المحرر او اللي قام بنقل هذه المعلومه المغلوطه والخطأ، لان دي الحقيقه مش معلومه حتى، لان انا قريت يعني انا لما عرفت بالموضوع ده رجعت للجورنان وقريت الخبر او المعلومه كامله، يعني لانه مش خبر ولا حاجه البتاع الواقعه، ما عرفتش، لا عرفت لا دي لا فتوى منسوبه لحد، حتى لو فتوى مش معنى كل واحد متطرف او واحد دماغه بيشغلها على مزاجه نقول انها فتوى، لا هذه مش فتوى. صحيح. وكلام فيه عبث، وبيخلط ما بين اهل الكتاب وبين الاخرين وبين كذا، لا ده كلام ما ليس له اي سياق ولا اي مبرر ولا اي معقوليه. يعني ده كلام بيبقى كده ايه، اي حد قاعد بيألف فبنسمع هذا الكلام فبنحطه، ده كلام غير مقبول، فده خطأ جسيم. الاعتذار ده شيء كويس برضو للأمانة، ان الاعتذار معناها ان هناك اعتراف بالخطأ، وده شيء جيد، يعني ده مهم جدا ان الاعتذار ده معناها اعتراف بالخطأ. محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ لابد ان تلي هذا الاعتذار، يعني ان يبقى في اعتذار ده شيء كويس، ان يكون بقى انا غلطت يبقى انا بحاسب المخطئ، ده يبقى برضه شيء كويس، واتمنى من الزميله المصري اليوم ان تقوم بهذا الاجراء في اطار معاقبه المسؤول الذي عن هذا الخطا الجسيم، لان ده الحقيقه خطا جسيم، وبالذات احنا دوله في مصر احنا طول عمرنا في التسامح مبدانا، والتعايش المشترك مبدانا، والمواطنه هي الاساس. يعني مساله، يعني انا حتى يعني الحقيقه الزملاء المسيحيين دايما حتى هم الحقيقه عندهم حس عالي جدا، ويعني وحس راقي، رغم انهم ده مش يعني مش مطلوب منهم اطلاقا، بيجي الواحد لا بنعزم عليهم وبعزم، انا بتكلم على حتى بشكل شخصي، لكن فهو بيترفع ويأبى، لان ده بيبقى شعور جميل ومشاركه، يعني ده شيء لطيف جدا، زي مثلا ما يبقى عند في الاخوه المسيحيين بيبقى عندهم فتره صيام، فتره صيام انقطاعي او فتره صيام له نوعيه معينه، بالراعي ده برضه حتى في القعده، بالراعي ده في ظروفهم، ده اسمها سلوك اجتماعي قويم. صحيح. المجتمع المصري اتربى عليه وعاشه. طيب استاذ عبد المحسن، حضرتك كنقيب سابق للصحفيين، الازمه اللي موجوده وكانت وانتوا حاولتوا ان انتوا تحلوا جزء منها، اللي هي الاعتماد على عدد كبير جدا من الناس اللي هم لا هم اعضاء نقابه ولا هم، وناس انا اعرف منهم ناس في بعض الجرائد ليهم ابواب وبيتكتب اسمهم وبينزل لهم غلاف وحاجات، يعني بتعمل لهم بيعملوا شغل كبير، ومع ذلك هما لا ينتمون الى النقابه. هل هذا الوضع مريح للجميع، انه ما حدش يتحاسب والنقابه ما تتحركش في موقف زي ده، لانه غالبا المحرر ده ما هوش عضو؟ ايه اللي مفروض، حضرتك رئيس مجلس اداره اكبر مؤسسه صحفيه في الشرق الاوسط، ايه اللي مفروض يحصل؟ المفروض طبعا ان الزملاء اللي بيشتغلوا في المؤسسات في الصحف بشكل عام لازم يقنن وضعهم، لان ده حقهم الانساني، حقهم الطبيعي، ان ما ينفعش حد يبقى قاعد طول الوقت بيشتغل اللي هو عارف انه صحفي ولا مش صحفي. صح. ده مبدئيا للامانه، يعني ونحن المفروض يبقى في اليه كده معينه، لان لازم يبقى في يعني مثلا وليكن اقترح مثلا، ده مجرد اقتراح يعني، وليكن ثلاث سنوات مثلا، ان الزميل اللي بيمضي عليه ثلاث سنوات بيتدرب بتدريب منتظم وفاعل في مكان لابد ان يتم تعيينه، لانه على فكره حتى ده بشكل انساني لازم الانسان ده يحدد مصيره. صحيح. هل هو يبقى موجود ولا مش موجود، ولو تقاضى اجر بيبقى اجر زهيد جدا عن مجهوده الكبير. يعني ده بصراحه ده شيء يعني غير انساني وغير اخلاقي. بشكرك يا فندم. فده شيء بالعكس انا ميال لهذا، لكن النقابه في كل الوقت هي كيان بيحاسب، والمفروض باي شكوى بيتلقاها بتتلقاها النقابه بتفحصها، ويبقى لها اجراء، لان احنا اولى بمحاسبه زملاء. صحيح. صحيح. افضل من اي جهه اخرى في البيت بتاعنا. صح كده، بالظبط كده. شكرا جزيلا عبد المحسن سلامه. شكرا. رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام والكاتب الكبير والنقيب السابق للصحفيين، وشكرا ايضا لان حضرتك عملت معنا هذه المداخله. زملائي في الاعداد يعني حاولوا مع البعض، لكن شكرا لمن اراد ان يتحدث.